السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة. اليوم غادي نخدمو صاية أو جيبة. غادي نخيطوها إن شاء الله، الفصالة وخياطة إن شاء الله. أنا غادي نخدمها لبنت في عمرها 5 سنين. كنعبرو بسنتيم من الحزام ديالها حتى تحت الركبة. تحت الركبة بدو سنتيم، أنا عندي 35 سنتيم، عبرتها كلها. هاكا نزيدو ليها 1 سنتيم، عاد تولي هي 36 سنتيم على حساب الخياطة. التوب يكون فيه 2 متر في الطول وكنفصلوه. أنا التوب من التحت عندي فيه هاد الموتيف هاكا، هاد الزواق هاكا من التحت. غادي نخليها، غادي نقطعها مع الزواقة باش يعطيني داك الشكل هاكاك من التحت ديال الصاية. وكنديرو نفس الشي بالنسبة للدوبلير، غير الدوبلير كيكون ناقص شويه على الشبيكه ديالنا بشي 2 سنتيم هكاك. كنفصلوا الدوبلير ديالنا بنفس الطريقه. هنا غنحل الشبكه والدوبلير من الجناب. وغنخيطو كل جنب شبكة بوحدها والدوبلير بوحدو. هذا هو لاستيك اللي غندير ليها. خديت ليها العبار ديال الطاي ديالها وشديتو فنيتها. هاد لاستيك عريض شويه على بنت ديال 5 سنين، انا طويتو في الاخر رديتو 2 سنتيم. نتوما هي من الاحسن خدو هذا لاستيك يكون فيه 2 سنتيم في العرض. نقدو الشبكة ديالنا. هذا هو الدوبلور، غادي كنوريكم في الدوبلور حيت الدوبلور باين الشبكه شويه، هذا الشيء يبان لكم زعما. المهم هذا هو الدوبلور، هو هذا خيطناه من الجناب، خيطناه من هذا الجنب ومن الجنب الاخر. هيا نفس الشيء بالنسبه للشبكه، حتى هي خيطناها من هذا الجنب. دابا هي غنشدوا هذا الجنب مع هذا الجنب، شدوا الجنب مع الجنب، طويو على جوج. ملي كنطويو التوب على جوج كنحددو النص ديالو، الدوبلير كنحددو النص وكنعلموه بالمقص. وكنديرو نفس الشيء بالنسبه للشبكه، ما تضربوش بزاف في التوب، غير كرون صغير يعني غير نص سنتيم تقريبا. كنجمعوا اللاستيك بالخياطه، كنحددوا الجناب ديال اللاستيك اللي غيجيو مع الخياطه مع ديال الصايه. من بعد كنحددوا، كنطوب على 4 وكنحددوا الرباع. من بعد كنحطو الظهر ديال التوب مع الوجه ديال الشبكة، وكنحطوهم كنقادوهم، الخياطة تيجيو مقادين ديال الجناب. هنايا من بعد ما خيطتها نفينيو الدوبلور من التحت، كنخيطو فيه 2 سنتيم. هنايا ماشي بالضروره تجمعوا هذا الحد، هذا القدر كله، تقدروا تجمعوا غير 1 سنتيم 2 سنتيم على حسب شحال بقى لكم في التحت، شحال بغيتوا تجمعوا فيه من التحت.
نستمر في الخياطة تندوز الدورة كاملة. هذا هو الشكل ديالها من بعد ما خيطناها. هذه الخياطة اللي درنا في الأول اللي جمعنا بها الدوبلير مع الشبكة. كنرجع الثوب. هذا هو الوجه ديال الصاية. دابا غادي ندوز ليها واحد الخياطة في الجناب. غنخيطوها كاملة نص سنتيم ديال الخياطة. المهم انا غنكمل الدورة كاملة ونرجع لكم. خليت هاد المسافة هكا باش تبقى بين ليا الشبكة من تحت هكا. الدورة كلها غادي درت براو خيط. الخيط ديرو شوية طويل، ديرو شي لون لي يبان ليكم باش يجيكم ساهل في الحل. من بعد غادي نبدا ندير خياطات باش نديرو داك التكميشات اللي كيجيو في الثوب في الصاية. دوك لي بلي يعني غادي يعاونونا مع لاستيك. بحال هاد الطريقة كنكمشهم كيجي بحال هكا. هادو العلامات اللي كنا درنا في الاول كنخرجوهم برا الثوب بشي بلا كريولا. كنعلموهم برا باش يبانو لينا فين نكونو كنركبو لاستيك. العلامه الثانيه هادو ديال الربع وديال النص، ربعين ديالهم الخياطات ديال الجناب. كناخدو لاستيك من بعد ما خيطنا في الجنب، كنشدو الخياطة مع ديال لاستيك مع الخياطة ديال الصاية ديال الجناب بحال هكا، بحيث أن كنشدو فيه أن سنتيم الصاية، كنشدو فيها أن سنتيم بحال هاد الشكل كيف كتشوفو، ونشدو بسميتها. أنا سرعت هنا الفيديو باش ميجيش طويل. كنمشيو للعلامة التانية ديال الربع، نشدو عاوتاني لاستيك العلامة اللي درنا فيه في الربع، نفس الشي أن سنتيم، ونشدو بالفنيتة.
غادي ندوزو هذا باب الخياطه. لاستيك يكون الفوق والثوب لتحت. نتوما تقدروا تكمشوا بيديكم ولا تخيط. طويت لاستيك للداخل وخيطته. هذا هو الشكل النهائي ديال الجيب ديالنا. شفتوا كيفاش كتجي؟ كيجي الدوبلي الفوق وكتجي. كنتمنى يكون الفيديو نال اعجابكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. سلامه.